طلابنا الكرام، الله يعطيكم الصحة ويعطيكم العافية. معكم محبكم الدكتور محمد أبو العسل من منصتكم منصة أساس. اليوم فإن مراجعة لمادة العلوم الإسلامية الفصل الدراسي الأول، راح نراجع فيها الشغلات اللي راح تيجي في امتحان الوزارة بإذن الله تعالى. على سبيل المثال شوف عندكم هذا السؤال أستاذ أحمد، شوف عندنا الآن في قصة زكريا عليه السلام، شو الآداب التي تمثلها زكريا عليه السلام في دعائه يعني مع الله عز وجل؟ هذا متوقع ومهم جدا جدا جدا، بدي الطلاب يتركز عليه، وبدي تكون معاكم مكثف في المادة عشان تكون علامة صح وعلامتكم كاملة إن شاء الله تعالى. اليوم مراجعة الفصل الأول، بكرة مراجعة الفصل الدراسي الثاني، برضو من الساعة 5 للساعة 8. دمتم بخير وعلامتكم كاملة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.